لقد خصنا الرحمن من سائر الكتب بأفضل قرآن وبالمنطق العذب. فسابع أخي دوما ورتله خاشعا تنال الرضا والكشف للهم والكرب. وكن منصتا للدرس دبا فإنه حقائق أسرار ووهب من الرب. وقص أبحرا تفسير علمي وراثة وأنفاس فخر يمطر الكل بالحب. واستغفر الله، أكثر من استغفاره فإنها معاملة يحبها، لأن استغفارك أي طلب المغفرة منه دليل على إيمانك به، ودليل على تعظيمك له، ودليل على استشعارك بتقصيرك وندمك على ما كان منك، ودليل يقينك بالرجوع إليه، ودليل إيقانك بقدرته فتستغفره. فبكل هذا المعنى يرضى عنك ويقبل منك العمل على ما فيه جل جلاله. واستغفروا الله أيطلبوا الغفران من ربكم. الله الله. وهكذا ومما جاء بعد هذا الاستغفار ثلاث مرات استغفار ثاني بعد الصلاة ثلاث مرات جاء أيضا في الحديث الصحيح، قل استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي وأتوب إليه ثلاث مرات، وأن من قالها بعد الصلاة غفرت له ذنوبه. وهذا الاستغفار من عند النوم، والمن قال عند المنام استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ثلاثا غفر الله له. شفت النعمة أنت. وآثار الاستغفار في صلاح أحوال الناس أشار إليها سيدنا نوح، قال فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. إذا استغفروا إيش يحصل؟ يرسل السماء عليكم مدارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أحوالكم تصلح بالاستغفار. قال سيدنا المختار طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا على وجه انكسار واضطرار وافتقار وإكبار للملك الغفار. نحتاج إلى في الأسحار وقبل غروب الشمس من أعظم أوقات الاستغفار بعد الصلوات. وفي الحديث أيضا عند الطبراني وغيره من استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات في اليوم 27 مرة كان ممن يستجاب لهم وبهم يرزق أهل الأرض ويمطرون. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. بس علامة الصدق في هذا أن المؤمنين والمؤمنات ما يلاقون منك بعد ذلك أذى وغيبة وغش وكذب وبغض، ها؟ أنت تستغفر لهم وتصلي كذا معهم تكذب ولا إيش؟ ما دام تطلب لهم الغفران وبعدين تجي تصلح لهم تحامل من هنا وبغض من هنا وغيبة من هنا وأذى من هنا، ها؟ استغفر لهم. لم تستغفر لهم سالمين من جنابك، ما بيجي منك سوء لهم، أنك أنت عادك لا تسعى في طلب الغفران لهم، فكيف بتصلح لهم مشاكل وبتوصل لهم أذى؟ فاصدق في الاستغفار المؤمنين. ولأن معاني مغفرة الله تعالى غير متناهية وواسعة، ولأن أعمال الناس والمؤمنين الصغائر الذنوب وغيرها كثيرة لا يكاد يحاط بها ويقع فيها الكل، قال الله للسيد والرأس من فوق فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر ذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. قال أنت بنفسك استغفر لهم أول. ليش؟ من جهة استغفارك لهم مثل استغفارهم.
ومن أجل ينالهم من سر مغفرتي ما يليق بقدرك في الاستغفار، ما هو يليق باستغفارهم هم، لأن أنا أريد أغفر للمؤمنين الذين يتبعونك، فاستغفر لهم أنت بما عرفت من عظمتي وجلالي، تستغفر ما لم يعرفهم، مهما استغفروا ما يقدرون يستغفرون بمثل الاستغفار الذي أنت تستغفر به. فمن رحمة الله بنا قال لنبينا استغفر له، فكان صلى الله عليه وسلم كثير الاستغفار لأمته والمؤمنين والمؤمنات، وأخبرنا أنه ثابت على ذلك حتى بعد مفارقة الحياة الدنيا وهو في البرزخ ويستغفر لنا. رأيت رحيم مثل هذا في الخلق؟ والله ما أرحم منه إلا الله، ما أرحم منه إلا الله الذي خلق. يقول حياتي خير لكم ومماتي خير لكم. قالوا يا رسول الله حياتك خير لنا، فكيف مماتك خير لنا؟ قال حياتي خير لكم، تحدثون ويحدث لكم، أسن لكم السنن وأشرع لكم الشرائع، ومماتي خير لكم، تعرض علي أعمالكم، فما وجدت من خير حمدت الله، وما وجدت غير ذلك استغفرت لكم. ما وجدت غير ذلك. شوف كيف لما يكلمنا احنا بملاطفته ورحمته يقول إن وجدت خيرا حمدت الله، في المقابل يقول إن وجدت شرا، ما عاد قال كذا، لطف العبارة معنا، قال وإن وجدت غير ذلك، إيش اللطف ذا؟ وإن أردت غير ذلك استغفرت لكم. رب صلي عليه واجزي عنا خير الجزاء. لهذا ذكر الإمام ابن كثير في التفسير، الإمام النووي في الأذكار وغيرهم من المفسرين ومن المحدثين والفقهاء، قراءة آية ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم لكل زائر يزور رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر قصة العتبي في تفسيره الإمام بن كثير وغيرهم من فسير، يقول عند قوله ولو أنهم ظلموا ثم جاءوك، يقول العتبي كنت جالسا في الحجرة الشريفة، فدخل أعرابي سلم على النبي أبو بكر وعمر، بعدين قال يا رسول الله إني سمعت الله يقول ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، وقد جئتك تائبا إلى ربي مستغفرا لذنبي فاستغفر لي يا رسول الله، ومشى. يقول العتبي نعست فرأيته صلى الله عليه وسلم مقبلا، القم يا عتبي فالحق الأعرابي فبشره أن الله قد غفر له. الحمد لله يرحمك الله. وهكذا جاءت مثل هذه القصة لواحد آخر مثلا، يقول كنت في الحجرة وإذا بأعرابي وصل سلم على النبي سيدنا أبو بكر عمر، بعدين دعا الله قال يا رب أنت الله ربي وهذا عبدك نبيك محمد وأنا الفقير عبدك والشيطان عدوك، فإن تغفر لي يفرح نبيك وينجو عبدك ويحزن عدوك، وإلا تغفر لي يحزن نبيك يهلك عبدك ويفرح عدوك، وأنت أكرم أن تفرح عدوك تحزن نبيك مروح. يقول رجل صالح كان في الحجرة، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مقبل يقول لي قم الحق الأعرابي وقل له إن الله غفر له بحسن مسألته. عرف كيف يخاطب ربه ويكلم مولاه جل جلاله. وهكذا والحق إذا تاب العبد إليه وندم رأف به، رأف الله أفرح بتوبة عبده من الضال الواجد والعقيم الوالد والظمآن الوارد، وهو الغني لكن يحب يرحم عباده ويفرح لهم أن يتوبوا إليه ويسلموا من عذابه جل جلاله. لا إله إلا هو، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وهكذا في بعض المناطق في اليمن هناك عندنا
بعض القرى فيها واحد هكذا مشهور بينهم بالتقصير في الأعمال. وفي جاءت مطر سقاهم الله إلا الجربة حق الرجال هذا، عسير راح منها كذا ومنها وكذا ما دخل فيها، استلموا أهل القرية قال جيبك يومك مقطوع حبل يومك فعلك وتركك هذا ربي، وذا تأثر مسكين وما يعرف حتى كيف لكنه بغى يعترف لربه على طريقته قبيلة، ما يعرف كيف حمل البندق وطلع لرأس الجبل وقال يا رب بين خلقك تفضحنا، أنا تبت ليك وذحين ذا سلاح حطه لك يديك الحق ما يحتاج هذا، لكن ندم كان في قلبه، الندم في قلبه وقال أنا تبت ليك ولا تفضحنا بين الخلق، اليوم فضحتنا وعادين في القيامة بتصلح بيش، خلاص أنا تبت من ذنوبي كلها وبأقيم الصلاة وبعمل وهذا سلاحي عندك. في نفس الليلة إن شاء الله سحابه فوق جربته وصبت خلاص، والعاد حتى تكلم من القرية يقول كذا حصل رب كريم لما اعترف له وانطرح له واستغفره تجاوز عنه جل جلاله لا إله إلا هو. وهكذا إذا أقبل العبد على ربي بصدق والموسم قدامنا، كان يذكر الحكاية الحبيب عبد القادر اللي يذكرها جماعة من أهل التاريخ عن رجل كان في العراق وكان يقطع الطريق لحلو واستمر فترة حتى اشتهر بين الناس، أبو بكر بن الهوارة واحد إن حد بغى الطريق هذا بيوصل إلى الموصل من بغداد ينتبه لنفسه. بعدين تداركه الله بالدوب، كيف كان تحت بيت من البيوت ويسمع الرجل يقول لزوجته انتبهي أنا أريد الموصل أيقظينا من الليل حتى لا يدركني أبو بكر بن الهوارة، زين امشي في الطريق إلى المول ما يقطعنا في الطريق. إذا سمع اسمه وسمع الرجال فبدأ قلبه يتأثر، قال ويلي أخفت المسلمين في طريقهم، قد هكذا فزعانين مني بظلمي هذا، بقي متأثر حيران الذي تقوم زوجها في الليل قم 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 نومه ثقيل ما يطيع يقوم قم لا يدركك أبو بكر بن الهوارة قم، نصاح من تحت البيت قال دعي زوجك يقوم متى ما قام ويذهب، فقد تاب أبو بكر بن الهوارة خلاص ما عاد حد بيقطع الطريق. التفت فين يروح شاف مسجد، صادف المسجد ذاك ناس من السلعة العارفين يصلون في المسجد، جاء اغتسل في المسجد ودخل باكي خاشع دايم، جاء صلى معهم جلسة من العلم يقرؤون ويتحدثون بينهم حاضر بينهم ساكت خاشع. ثاني يوم ثالث يوم بعد ثالث يوم بدأ يشاركهم في الحديث فوجدوا كلمات طيبة، قالوا من هذا الأخ لك معنا ثلاث أيام تحضر والانشغالنا بالعلم ما سألناك من أنت، قال أنا أبو بكر بن الهوارة، قال من، قال أبو بكر بن الهوارة، قال قاطع الطريق، قال أيوه هو، عجب ما هذا الكلام الطيب، قال أنا هو نفسه قاطع الطريق لكن ندمت وتوبت إليه فقبلني. قد حين بدأ يعلمنا من حقكم العلم هذا الكلام الطيب اللي تجيبون أن الآن أشاركهم فيه، فقالوا سبحان الله يتوب على من يشاء جل جلاله، توب علينا توبة نصوحة، قال واستغفروا الله إن الله غفور للذنب رحيم بعد المغفرة، يغفر لك ذنبك ويرحمك بعده يفضل عليك وينعم، الله أكبر إن الله غفور يعني واسع المغفرة كثير المغفرة، يغفر ذنبك غفور لك بالتوبة رحيم بعد التوبة يرحمك بعده يعطيك يفضل عليك ينعم يقربك يزيدك، إن الله غفور رحيم نعم الغفور الرحيم، نستغفر الله العظيم الغفور الرحيم. وختمنا سورة المزمل
وتوجهنا إلى الحق المنزل بالمزمل الذي أنزل عليه التنزيل أن يلحقنا بركبه وأن يثبتنا على دربه وأن يحققنا بحبه وأن يكرمنا بقربه وأن يسقينا من شربه. اللهم أكرمنا بذلك وسر بنا فيه أشرف المسالك وسر قلبه بذلك، فإنك وعدته أن ترضيه في أمته، فاجعل من إرضائك له في أمته تحقيق ذلك لنا، لمن حضر معنا ومن يسمعنا. يا مجيب يا خير مستجيب، سألناك يا فاطر بالحبيب الطاهر، تبلغنا هذه المآمل وتنيلنا هذه المطالع والمطامع والمنازل، وترفعنا في الدرجات العلى مع خيار الملا. يا حي يا أعلى، يا من لا يتعظم سؤال ولا يتكأده ولا يتكبده نوال، يا حي يا قيوم، ألحقنا بركبه واسقنا من شربه واجعلنا في حزبه وأكرمنا بقربه وأنعم علينا بمرافقته وادخلنا في دائرته، واجعل ذلك منك إرضاء له في أمته، فإنك قلت له إنا سنرضيك في أمتك ولن نسوءك فيهم، وقلت له ولسوف يعطيك ربك فترضى. أرضه اللهم بذلك في أن تعطينا هذه الخيرات يا ملك الممالك. سر الفاتحة إلى حضرة النبي البشير النذير السراج. لقد خصنا الرحمن من سائر الكتب بأفضل قرآن وبالمنطق العذب، فسابع أخي دوما ورتله خاشعا تنال الرضا والكشف للهم والكرب، وكن منصتا للدرس دبا فإنه حقائق أسرار ووهب من الرب، وقص أبحرا تفسير علمي وراثة وأنفاس فخر يمطر الكل بالحب.